مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان ومتابعي برنامج في النور. برحب بحضراتكم وحلقة النهاردة الأربع، حلقة ختام الأسبوع. معانا عدد من الموضوعات والأخبار المهمة، وهنتابع طبعا المؤتمر الصحفي المهم لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، واللي اتكلم فيه على الأسعار، واللي اتكلم فيه على أسعار توريد المحاصيل خلال الفترة اللي جاية، وإزاي يكون في يعني دعم من الدولة للمزارع أو للفلاح. لكن خليني أقول لحضراتكم أن احنا عندنا في فقراتنا الحوارية موضوعين مهمين. الفقرة الأولى هتكون لأي شخص عايز يقدم في مسابقة 30,000 معلم. النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن الشروط وعن كل الإجراءات، بما أنها هتبدأ من بكرة عملية التقديم، فبالتالي أي حد عايز يعرف تفاصيل الموضوع دي هيكون أو ده هيكون واحد من موضوعاتنا النهاردة. وفي الفقرة الأخيرة هنقف شوية مع سوق الذهب، وإزاي مصر وصلت لأن هي يكون عندها يعني كمية كبيرة من الاحتياطي من الذهب، بتصنف كثالث دولة على مستوى العالم، وفي نفس الوقت في ظل كمان الاكتشافات الجديدة ومنهم منجم إيقات، إحنا وضعنا إيه في هذا العالم؟ ده يكون موضوع فقرتنا الأخيرة. وبما أننا قلنا طبعا هيكون لينا وقفة مع رئيس الوزراء والتصريحات المهمة، كان في جزء كبير منها ليه علاقة بفكرة الإجراءات اللي بتاخدها الدولة، واللي ليها علاقة بالأعلاف، واللي ليها علاقة بحتى الدواجن المستوردة اللي بدأنا نشوفها في السوق خلال الفترة الحالية، البرازيلي وأنواع مختلفة. فحضراتكم شايفين إزاي الإجراءات اللي بتاخدها الحكومة في الفترة الحالية ممكن يكون ليها تأثير على السوق؟ يعني بعد القرارات الأخيرة والإجراءات الأخيرة، هل متوقع نشوف تأثير بقى على سعر كرتونة البيض، وتأثير على الدواجن وكل مشتقاتها خلال الفترة اللي جاية، والأسعار ممكن تنخفض شوية، ولا رؤية حضراتكم إيه بعد ما شفنا إن بعض الدواجن حتى المستوردة سعرها حاليا في السوق ممكن يوصل ل 75 جنيه، وده وزنها بيكون أكتر من كيلو، يعني وزن كيلو أو سعر الكيلو نفسه بيبقى 65 جنيه للدواجن المجمدة. فبالمقارنة بالأسعار اللي احنا شايفينها للدواجن البلدي أو المحلي، طبعا في تنافسية في السعر. فهل شايفين الإجراءات اللي بالشكل ده ممكن تخلينا الفترة اللي جاية بنشوف انخفاض في الأسعار ولا لأ؟ اكتبوا لنا التعليقات على الصورة الخاصة بالبرنامج على صفحة القناة على فيسبوك تحت الصورة، كل تعليقاتكم منتظرينها. نبدأ معاكم يعني أهم موضوعاتنا النهاردة باستغاثة تلقيناها من أسرة شاب مصري عمره حوالي 30 سنة أو 31 سنة، اسمه جوزيف ناصر. جوزيف سافر ليبيا من سنة 2019، ولفترة كبيرة انقطعت كل أخباره وأهله ما بقوش عارفين يتواصلوا معاه. يمكن احنا لسه ما لحقناش نحتفل بعودة الست مصريين اللي كانوا مختطفين في ليبيا، وتلقينا استغاثة جديدة زي ما بقول لحضراتكم النهاردة من أسرة شاب تاني. لكن هذا الشاب أكيد قصته مختلفة، وأكيد يعني المعلومات حوله مختلفة. بتناشد أسرته برنامجنا، وبتناشد الرئيس السيسي علشان يتم يعني عودته لمصر. إيه قصة جوزيف، وليه اختفى، وليه ما رجعش من ليبيا، وإيه اللي حصل بالظبط بما أنه مسافر من 2019 لحد دلوقتي؟ نعرف تفاصيل الحكاية ومعانا أخو جوزيف الأستاذ كيرولوس ناصر. مرحب بيك يا أستاذ كيرولوس. اهلا بحضرتك معانا. وايه قصه جوزيف؟ احنا عارفين يعني من الاخبار اللي معانا ان هو مسافر من 2019، ايه اللي حصل؟ حضرتك، هو سافر من 2019 على الشغل اللي كان شغال في مصراته في ليبيا. وفي لحظه كده هو اخر مره كلمنا فيها كان 17/9، من ساعتها ما سمعناش عنه اي معلومه تاني. من 2019 من اول ما سافر واشتغل في مصراته مفيش اي معلومات عنه؟ لا، قعد سنتين تمام لحد 17/9/2021 انقطعت عنه كل حاجه. يعني قبل الفتره دي او قبل 2021 كنتوا بتتواصلوا معاه وكان كويس وشغال طبيعي؟ تمام، كان بيكلمني. كان بيشتغل ايه هناك، او ايه الجهات اللي كان بيشتغل فيها؟ هو كان شغال نجار مسلح. نجار، يعني عمل حر، ما كانش في جهه معينه؟ كان عمل حر. طيب وايه اللي حصل بعد كده؟ يعني اكيد سالتوا ناس حواليه، اكيد سالتوا راح فين بعد ما اتقطع تماما التواصل معاه.
هي الناس اللي كانت معاه ما تعرفش اي حاجه عنه، ان هو فجاه بيقول ان هو ركب تاكسي وبعد كده ما عرفوش عنه هو راح فين بالتاكسي ده. الكلام ده في شهر سبتمبر 2021. كانت اخر مكالمه ليا 17/9. 17/9. طيب من وقتها عملتوا ايه؟ ايه التحركات اللي قمتوا بيها علشان تحاولوا توصلوا له يعني؟ قدمنا خطاب في وزاره الخارجيه بعد غيابه ب 40 يوم، قدمنا 2 فاكس بيد بيد بيد، وكلمت انا شخصيا مع الدكتوره سحر عثمان رئيسه البرلمان، عضو في البرلمان، وقلت لي حاضر، وكل ده ما فيش اي حاجه جت من ساعتها، كلام كل شويه اجراءات اجراءات اجراءات. الكلام ده احنا بنتكلم اهو من 9/2021 لحد دلوقتي، واحنا خلاص في بدايه 23، ماشي تقريبا في السنه الثانيه، ومفيش اي تحركات بتقول او اي حد بلغكم بجديد عنه؟ مفيش اي حاجه عنه. 18 شهر ما سمعناش صوته ولا صوره ولا اي حاجه. طب توقعاتك ايه يا استاذ كرولوس اللي ممكن يكون حصل لاخوك في الفتره دي؟ هو اخر معلومات جات لنا ان هو مسجون في سجن 55 في طرابلس. غرب طرابلس وشفاك. وما كانش من ورشفان. مسجون؟ مسجون، دي اخر معلومات جاتني، ناس اصحابنا من هنا بيكلموا ناس ليبيا معارف وكده، قالوا لنا ان هو موجود في السجن ده، لكن ما حدش عارف يخرجه من هناك نهائي. لا معلش ثانية واحدة، دلوقتي حضرتك كلمت مين وقال لك ان هو مسجون؟ كلمنا ناس تبعنا هنا في البلد، ناس قبائل كده، تعرف ناس واصلة في ليبيا من هم كانوا بيشتغلوا مع بعض زمان ومعارف وكده. بيقولوا لنا هناك وفي ناس كلمته. طب اتسجن ليه؟ اتسجن ليه مش عارفين، ما هي دي المشكلة، أنا مش عارف اتسجن ليه. يعني ما قدروش يعرفوا هل عمل حاجة أو حصل أي حاجة علشان يتسجن؟ لا اكيد لا طبعا. انا بقول اخر حاجه كان هو ركب تاكسي، من ساعه التاكسي احنا ما عرفناش عنه اي حاجه، مفيش معلومه جت، مفيش كلمه، 17/9 لحد دلوقتي ما سمعناش صوته خالص. هو هنا الكلام يختلف، يعني ان هو يكون اختفى حاجه وان هو يكون مسجون دي حاجه ثانيه خالص. هي لما احنا سالنا الناس اللي هنا دورت مع ناس ثاني من ليبيا، قالوا لنا ان هو مسجون في سجن 55 وشفانه في طرابلس. طيب حضرتك قلت انك تواصلت مع وزارة الخارجية ومع نواب في مجلس النواب المصري، ولحد دلوقتي مستني اي معلومات، فبالتالي لو هتواجه رسالة لحد او هتناشد اي حد من خلال برنامج في النور هتقول له ايه؟ انا بناشد الرئيس السيسي وبناشد رئيس الوزراء دكتور وزير الخارجية سامح شكري، وبخاطب السيد المحترم المشير خليفة حفصر ان اخويا رجع لنا 17/9 لحد دلوقتي، احنا بقالنا اكتر يعني على سنتين بس بناش صوته، وكل المعلومات بتقول ان هو مسجون في سجن 55 وشفانه. يعني طبعا الموضوع مختلف، واكيد الجهات الرسميه هي اللي قادره تعرف كل التفاصيل، نتمنى على الاقل يبقى في تواصل معاكم او ان هم يقولوا لكم المعلومات يعني الخاصه بوضعه ايه، اكيد هم عندهم المعلومات الصحيحه يطمنوكم، وطبعا نتمنى هو يكون بكل سلامه وخير، واحنا طبعا عايزين نطمن على وضع الاسره، يعني بنتكلم في حوالي سنتين. وضع الاسره سيء، وضع الاسره سيء للاخر. احنا تعبانين، انا امي بتموت وابويا بيموت على طول هنا يوميا، مش عارفين نعمل اي حاجه ولا عارفين نصلي. ربنا يقويكم طبعا. والده كرولوس، والد جوزيف عايزك. موجوده والدته وامه موجوده معانا. طيب احنا ممكن نكلمها دي هل؟ ماشي خدي معاك، اتفضلي معاك. اهلا. الو يا مدام فادي، اهلا بيكي معانا. اهلا بيك. طبعا ربنا يصبر قلبك على يعني غياب ابنك، طبعا موضوع صعب جدا، لكن قولي لنا برضو كان من البدايه هو كان اول مره يسافر ليبيا في 2019 ولا كان يعني القصه جت ازاي؟ هو راح ليبيا وقعد سنتين هناك بيشتغل. دي كانت أول مرة يسافر. وبعدين كان بيقولك إن هو مستريح في الشغل، كان أوضاعه مستقرة في الفترة اللي كنتوا بتتكلموا فيه معاها أو معاه؟ هو كان بيقول إن حلو مشتغل. لا معلش مش سامع حضرتك كويس. فاكر كده هو لأن هو دفع عني في الاتصالات. طيب. فاكر كده اتصالات خالص. خليني برضو أسألك نفس السؤال، لو هتوجهي رسالة أو مناشدة أو طلب من حد من خلال البرنامج تقولي إيه؟ أقول ربنا يبعثه لي بالسلام.
يا رب طبعا ربنا يطمنكم عليه. واحنا يعني زي ما قلنا قبل كده، زي ما حصل في واقعه الست شباب اللي هم لسه راجعين او ست مواطنين مصريين، ان احنا بنفتح مساحه للاستغاثات، او ان اي حد لو عنده مشكله احنا بنفتح مساحه ان هو يوصل صوته. وده اللي احنا بنقوم بيه دلوقتي حاليا في قضيه او في حاله جوزيف ناصر، الشاب اللي عمره 31 سنه تقريبا في ليبيا، أهله مش عارفين عنه حاجة من شهر 9 في 2021. أنا بشكركم كرولوس ومدام فادية، ونتمنى ربنا يطمنكم عليه، ونتمنى من خلال برنامج في النور وقناة سي تي في يكون صوتكم وصل، لأن ده الهدف. إحنا مش عارفين الأوضاع إيه حاليا أكيد بخصوص حالة جوزيف، لكن الجهات الرسمية تقدر إن هي تفيد في هذا الموضوع، تقدر تطمنكم عليه، تقدر تقول لكم هو حالته إيه، لأنهم عندهم القدرة على التواصل مع مختلف الجهات داخل دولة ليبيا. وإحنا شفنا بالفعل الجهات ما تأخرتش في حالة، يعني لسه كان حالة من يومين بالظبط، حالة الست مواطنين المصريين، فأعتقد ويعني متأكدة إن هيكون في يعني تواصل ومعلومات أكيدة إن شاء الله هتوصل لكم خلال الفترة اللي جاية. وتاني ربنا يطمنكم عليه. خلينا نروح للمؤتمر الصحفي المهم جدا اللي قام بيه النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي، وكان في مساحة كبيرة الحقيقة لتلقي كمان مختلف الأسئلة حول أغلب القضايا أو الموضوعات اللي بيعاني منها المواطن المصري واللي عنده علامات استفهام كبيرة قوي حواليها. الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم أولا على فكرة سعر بيضمن حق المزارع أو الفلاح في حالة أنه هو بيورد للدولة بعض المحاصيل، أن يكون في سعر كده مجزي يشجع المزارع أن هو يورد المحاصيل دي للدولة. فأعلن رسميا سعر 4 محاصيل، الذرة الشامي البيضة والذرة الصفراء وعباد الشمس وفول الصويا. سعر طن الذرة الشامية البيضة هيكون 9000 جنيه، الذرة الصفراء 9500، فول الصويا 18000 جنيه للطن، وعباد الشمس 15000 جنيه للطن. أكد رئيس الوزراء أن الأسعار دي هي المعلنة، يعني موضوع طبعا هو ليه علاقة بالبورصة، لكن لو الأسعار علت أو زادت عن كده هيدفعوا ده للفلاح وللمزارع، لكن لو قلت في البورصة هم ملتزمين بالأسعار اللي أعلنوا عنها. يعني حتى لو قلت في البورصة إحنا ملتزمين كدولة أنهم يدفعوا للمزارع الأسعار المعلنة النهاردة دي. فدي كانت من أهم التأكيدات اللي كان حريص دكتور مصطفى مدبولي أنه يوضحها خلال المؤتمر الصحفي. اتكلم كمان على فكرة يعني زيادة الدعم المقدم للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا، وإن زادت جدا المساعدات والمخصصات المقدمة ليهم عن السنة اللي فاتت. يعني الأرقام وصلت السنة دي ل 172 مليار جنيه، بزيادة حوالي 10% عن السنة اللي فاتت. يعني لو هنقارن بالأسعار أو بالأرقام السنة اللي فاتت، لا، تم زيادة الأرقام والمبالغ اللي بتدفع للأسر الأكثر احتياجا. وإحنا عارفين أن كمان زودوا أكثر من عدد الأسر المستفيدة من الخدمات المختلفة، تكافل وكرامة وغيره. وكمان في خدمات كتير زي العلاج على نفقة الدولة، زادت أيضا فكرة تقديم العلاج على نفقة الدولة. 3.5 مليون قرار تم إصدارهم خلال الفترة اللي فاتت علشان يتم علاج مختلف يعني المواطنين على نفقة الدولة. لكن في تصريح مهم جدا بيخص الدواجن الحقيقة، فكرة أسعار الدواجن، وده من ضمن الأسئلة المهمة اللي اتسأل عليها دكتور مصطفى مدبولي. ليه حاليا الدولة لجأت لاستيراد الدواجن؟ احنا عارفين ان في مشكلة الأعلاف، فالدكتور مدبولي قال ان احنا علشان كان في مشكلة في دخول العلف، فعلى ما دخل العلف وعلى ما تبدأ دورة الانتاج تشتغل ده هياخد وقت، فعلشان الحكومة تتصرف في الفترة اللي فيها نقص في تواجد الدواجن وما يحصلش ارتفاع الأسعار اللي احنا شفناه، أخدت الدولة قرار استيراد الدواجن البرازيلي أو أنواع أخرى. فبالتالي ده كان الحقيقة تصريح مهم جدا للدكتور مدبولي. خلينا نخرج نشوف عرض معلوماتي فيه أيضا أهم ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي، ونرجع نستكمل مرة تانية.
خليني افكر حضراتكم مره تاني بسؤال الحلقه اللي ليه علاقه بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي والاجراءات الاخيره من قبل الحكومه. هل تتوقعوا بعد هذه الاجراءات والقرارات نحن نشهد حاله من الانخفاض في الاسعار خاصه في الدواجن والبيض خلال الفتره اللي جايه، ولا توقعاتكم ايه؟ اكتبوا لنا في التعليقات على الصوره الخاصه بالبرنامج. نروح لملف تاني مهم جدا ليه علاقه بالمواطنين اللي ساكنين في محافظه الجيزه اللي كانوا متضررين من بعض المشروعات الخاصه بالمنفعه العامه، وان تم نزع منهم الملكيه، وفكره التعويضات ان هم يتعوضوا عن الشقق الخاصه بيهم او الوحدات اللي تم يعني نزع ملكيتها. فكرة التعويضات كان لابد من إعادة النظر ليها مرة تاني، وده اللي بالفعل أكد عليه النائب إيهاب منصور إن خلال الفترة الحالية خرجت توصيات من لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب بأن هيكون في تعويضات جديدة، وإن هيكون في صرف للتعويضات في مدة محددة، يعني قبل ما الشخص يترك الوحدة بتاعته هيكون حصل على التعويض الخاص بيه. خلينا نعرف تفاصيل أكتر، إمتى هيتم تفعيل هذا الكلام، وفكرة إيه هي التعويضات الجديدة، والمشكلة هتتحل إزاي في هذا الملف. بنرحب معنا على التليفون بسيادة النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب. مساء الخير سيادة النائب. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ بتشرف بحضرتك دايما. بيشرفنا دايما وجودك معانا سياده النائب، والحقيقه تحركات مهمه من قبل حضرتك ومن لجنه الاداره المحليه في ملف التعويضات تحديدا في محافظه الجيزه. حضرتك كلمنا الاول على المشكله اللي انتوا كنتوا شغالين عليها الفتره اللي فاتت واللي كانت بناء على شكاوى المواطنين. طبعا احنا في البدايه طبعا يعني بنتكلم على مشاريع في محافظة الجيزة بتتم دلوقتي، مشاريع مهمة وضرورية وهتحل كتير من أزمات المرور والاختناقات اللي موجودة في أماكن كتيرة، ومحاور مهمة زي الطريق الدائري والتوسيع اللي بتحصل فيه، زي محور الفريق كمال عامر، زي محور عمرو بن العاص، زي أنور السادات وترخة. المحاور دي كلها حضرتك هتعمل انفرادة مرورية، ويمكن حضرتك عندنا كمان في نفس المنطقة شارع الهرم فيه شغل للمترو مقفول نصه، فلولا ان حاجه زي محور انور السادات اللي هو معدي في شارع خاتم المرسلين اتعمل كان هيبقى في ازمه كبيره، لكن لانه الحمد لله خلص في الوقت المناسب، ودي كانت جهود كبيره لمحافظه الجيزه والمحافظ عملوا مجهود فيها وخلصت على خير الحمد لله. جميل. احنا هنا بنتكلم بقى في اثناء هذه المشاريع بيحصل تعارض لمساكن عقارات موجوده بتبقى موجوده وعايزه تزال علشان المشاريع تمشي. الحقيقه كنت في تواصل مع كل الجهات المختصه المسؤوله عن المشاريع دي، سواء زي المحافظه زي الوزارات المعنيه زي جهاز التعمير. الحقيقه كان في يعني تنسيق وفي تعاون جيد جدا من قبل هذه الجهات معانا، ما فيهاش مشكلة. الأمر المشكلة كانت فين حضرتك؟ مشكلة بدأت إنه ابتدى يجي لي بعض السكان أو بعض المواطنين يقولوا لي إحنا البيت بتاعنا بيتزال وإحنا عايزين نعرف التعويض قد إيه، فابتديت أتواصل في البداية خالص مع المحافظ، والحقيقة ابتدى المحافظة تصرف تعويض، والتعويض الاجتماعي تقريبا كله في محافظة الجيزة تقريبا يعني الا حاجه بسيطه يعني لسه هتدرس، يعني قلت امبارح 90 95% خلصت مشكله التعويض الاجتماعي بتاعهم. احنا بنتكلم مش في التعويض الاجتماعي، احنا بنتكلم دلوقتي في تعويضين اخرين، تعويض اسمه تعويض المباني وتعويض الارض. المشكله فين؟ ان الاجهزه والمحافظه والوزارات المعنيه حولت الفلوس للمساحه، والمساحه محتفظه مليار ونص او 2 مليار معاها ولم تعطيهم للمواطنين. يعني حضرتك دلوقتي بتقول لنا ان التعويضات مقسمه لثلاث انواع، التعويضات تعويض اجتماعي وتعويض للمباني وتعويض للارض. بالظبط كده. اللي اتصرف الاجتماعي تقريبا كله خلص. تمام. مفيش مشكله. المشكله الاساسيه في المباني وفي الارض، للاسف اغلب الناس لم ياخذوا تعويض لا في الارض ولا في المباني، واخلوا بالفعل يا سياده النائب يعني اخلوا المباني بتاعتهم. اخلوا المباني واغلبها تم عشمها، وده
انا يمكن قلت امبارح انه احنا بنتكلم على في قانون 10 سنه 90 بينظم امر التعويضات دي، وايضا الماده 35 من الدستور بتتكلم عن نزع الملكيه للمنفعه العامه مقابل تعويض عادل يدفع مقدما. طب وفي نص القانون بيتم الاخلاء قبل منح المتضرر التعويض؟ الصح كده يا فندم، والاجراء السليم هو يبقى كده علشان المواطن يقدر ياخد التعويض ويقدر يشتري واحده بديله ليقدر يسكن فيها، يعني ياخد التعويض قبل ما يخلي. بالظبط ده الاجراء السليم علشان المواطن يقدر ياخد المبلغ التعويض يقدر يشتري بيه واحدة تانية وينقل. احنا ما بنقولش طبعا، وانا المواطنين كتير قعدت معاهم، يمكن امبارح كنت رايح بملفات تخص ما لا يقل عن 24,000 مواطن، والحقيقة كان في تجاوب من جميع الجهات، لكن هو بس المشكلة كانت في المساحة وتعطيلها لهذا الملف، لان احنا مش هنقدر نبقى ساكتين على مواطنين شايفينهم في هذه المعاناة، رغم انه الجهات المحافظة مشكورة والجهات الوزارات المعنية مشكورة حولت المبالغ التعويضات او اغلبها الى المساحة. طيب والحلول بقى يا سيادة النائب حاليا، الحلول ايه بخصوص ال 25,000 شخص المتضررين حاليا ممكن ياخدوا امتى التعويضات؟ في لجنة تم امبارح، بشكر برضه لجنة الإدارة المحلية ورئيسها النائب أحمد سليمان، الحقيقة اللجنة دايما متفاعلة مع مشاكل المواطنين بصورة جيدة. تم تشكيل لجنة امبارح لدراسة هذا الأمر ووضع الحلول في خلال مدة شهر، يعني مش هنطول إن شاء الله، في خلال شهر وهبأحضر هذه اللجنة إن شاء الله، هنحط المشاكل إيه؟ حصر بعدد الاماكن اللي هي الناس ما خدتش، في ناس برضو علشان نقول كل كده خدوا تعويض الارض والمباني، لكن الاغلبيه لم تاخذ التعويض ده. اللجنه في خلال شهر، تم اخذ قرار امبارح، في خلال شهر هنكون انعقدت وطلعت الاحصائيات والبيانات بالتنسيق مع الوزارات المعنيه علشان نبدا نحط خطه الصرف للمواطنين ونشوف ازاي نذلل العقبات اللي كانت موقفه الناس، لانه الحقيقه امبارح تم ذكر عقبات يعني لو كان اصحابها او المسؤولين طرحوها علينا كنا ساعدنا في حلها، وان شاء الله تتحل، وبطمن الناس باذن الله انه الناس هتاخد حقوقها باذن الله. عملية مهمة جدا طبعا سيادة النائب، وجهد كبير بتقوم بيه، مشكورة عليه حضرتك وكل المتعاونين معاك، وبشكرك شكرا جزيلا المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب. لكن زي ما المشروعات يعني الكبرى اللي بتحصل حاليا سواء في الجيزة أو أي محافظة تانية هي مهمة، لكن كمان آلية التنفيذ هي مهمة. احنا هنا بنتكلم في فكرة 25,000 شخص ما أخدوش تعويضات قبل ما يخلوا المباني بتاعتهم، فبالتالي ممكن يكون ناس معهاش كانت فلوس تشتري سكن بديل أو تشتري وحدات سكنية تانية، فالناس دي وضعها إيه خلال الفترة اللي فاتت؟ فلابد أن يتم النظر لهذه النقاط في المشاريع المقبلة. يعني لو ده حصل في المشروعات خلاص اللي حصلت حاليا، لابد أن نتفادى أن ده يتكرر مرة تاني. وطبعا مشكورين مرة تاني أعضاء مجلس النواب وكل اللي بيتحركوا في حل مشاكل المواطن بهذا الشكل، ومنهم طبعا سيادة النائب إيهاب منصور. خلينا من الجيزة نروح لمرسى علم، وتحذيرات بتخرج من محمية وادي الجمال في البحر الأحمر عن ظهور قرش اسمه قرش النمر خلال الفترة الحالية موجود في مرسى علم، وتحذيرات بيتم إطلاقها لأصحاب الفنادق، ولفكرة بقى أن السياح يكونوا ملتزمين بالسباحة في أماكن معينة، ما يكونوش بيصطادوا، ما يكونوش بيلقوا أطعمة أو أي حاجة، علشان طبعا القرش ده ما يخرجش لأماكن فيها البشر. خلينا نعرف طبيعة هذا القرش، هل ده مكانه الطبيعي ولا لأ، وإيه اللي ممكن يحصل علشان ما يكونش فيه أي ضرر على البشر اللي ممكن طبعا يترددوا على المدينة الجميلة مرسى علم، اللي هي الحقيقة من أجمل الوجهات السياحية اللي موجودة عندنا في مصر. معنا على التليفون دكتور وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور. الو. ايوه يا فندم معاكي. برحب بيك يا دكتور معانا، واولا ايه معلوماتنا عن قرش النمر؟ طيب هو قرش النمر
نمره من انواع انتشار امراض الوباء. المفروض حتى لو هنعمل حجامه بشكل زي ده يكون مكان معقم واضافه اقامه يكون بشكل امن عشان ما يوقعش المريض او الشخص ده. الموضوع كمان ما توقفش عند مرحله الحجامه او زي ما حضرتك بتقول، لكن كمان دخل في موضوع علاج الالتهاب الرئوي. بالظبط، هو بيتكلم هو بيعالج مش التهاب، في فرق بين الالتهاب والتليف، ده بيتكلم في مشكله ثانيه خالص، بيتكلم في مرحله يعني مرحله اصلا خطوره، ان هو بيعالج ده بالحلبه والعقد بالحلبه المغليه، وبعد ما تضرب بيحط عليها عفو. بيعالج التليف الرئوي؟ ما هو الموضوع ده ما فيش حد بيعرف دكاتره. معايا حضرتك؟ طيب القصه فين؟ القصه فين هو عمل الكلام ده في بيته؟ وبالفعل تم القبض عليه في بيته، هو ملوش مكان، فاذا هو مصور الكلام ده كله وعامل البشر اللي عامل ده جوه بيته. القصه بقى انا عايزين نصير حضرتك ونتكلم فيها، ان القانون المصري حتى الان مفيش عقوبه قويه للكلام ده، يعني انا بناشد من خلال برنامج حضرتك والقناه عند حضرتك ان لجنه الصحه في مجلس النواب يعني تناقش تعديل القانون الخاص بعقوبه فتح او اداره منشاه طبيه ضد. ايه العقوبه اللي بتواجهه حاليا؟ العقوبه يا فندم او التهمه اللي بتواجهه حاليا هي اداره مركز طبي بدون ترخيص، ودي وفقا للقانون المصري تحديدا الماده 2 من قانون تنظيم المنشات الطبيه رقم 51 لسنه 81 بيقول ان لا يجوز اداره منشاه طبيه او مزاوله نشاطها الا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابه المختصه، يعني لو مساج او كلام من ده يبقى نقابه العلاج الطبيعي، لو عياده طبيه عند نقابه الاطباء، لو اسنان يبقى في نقابه الاسنان. ده مقابل ايه؟ مقابل رسمي بيدفعه وبيجوز من قرار من وزير الصحه اضاعه الرسم، ده نص القانون. طيب العقوبه ايه بقى حضرتك؟ الماده 6 من نفس القانون بتقول ان اذا زولت منشاه طبيه نشاطها من قبل الحصول على ترخيص يتم غرقها قرار من السلطه المحليه المباشره، ويجوز للقاضي ان يحكم بناء على ذلك بتوقيع غرامه من 1000 جنيه لحد 50000 جنيه. ولا يتم مزاوله النشاط الا بعد حصول على الترخيص بس. اذا حضرتك بتطالب ان يكون في تغليظ للعقوبه بالضبط. انا بشكرك جدا استاذ حسين صالح، سواء بالحبس او بمضاعفه الغرامه. طبعا ده شيء خطر جدا بيهدد حياه الناس وبيتلاعب بصحه المواطن. مشكوره جدا استاذ حسام صالح مدير مكتب اخبار اليوم في السويس، موضوع خطر جدا زي ما سمعنا تفاصيله، وكان لابد ان احنا نفتح هذا الملف. فكره فتح بقى مراكز طبيه سواء مركز بشكل رسمي او حتى في بيت مواطن، لكن في الاخر بينتج عنه كوارث، بنشوف في الاخر ناس صحتها بتدهور وممكن ناس تفقد حياتها نتيجه الاهمال بالشكل ده. ده واحد كان بيعالج التليف الرئوي بالحلبه، يعني لا تعليق طبعا على الكلام ده، لكن اكيد كانت النتائج بتاعته هتكون كارثيه لو كان استمر فتره اكبر من كده. خلينا نروح للظاهره اللي كنا كلمنا حضراتكم عليها من يومين في اسوان في معبد ابو سمبل، تعامد الشمس على المعبد تحديدا على منطقه قدس الأقداس. النهاردة كان في حوالي 6300 سائح من مختلف دول العالم علشان يتابعوا هذه الظاهرة، طبعا رقم كبير، وإن هم كلهم يكونوا جايين علشان يحضروا اليوم المميز ده اللي بيحصل يعني في نفس التوقيت كل سنة. فكرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل تحديدا بتحصل في شهر فبراير 22 وفي شهر أكتوبر 22 أيضا أكتوبر. استمرت لمدة حوالي 20 دقيقة فكرة التعامد على وجه رمسيس في المعبد، والأشعة بتخترق مسافة كبيرة جدا الحقيقة في بهو المعبد، مسافة بتوصل لـ60 متر لحد ما تدخل لقدس الأقداس. وكنا فسرنا مع حضراتكم يعني هذه الظاهرة الفلكية وإزاي المصري القديم كان يعني متقدم جدا وكان سابق عصره بشكل كبير عشان يقدر ان هو يشيد المعابد بالشكل يعني المعجزي اللي احنا شايفينه ده. مهم ان احنا نتكلم على اليوم النهارده كان عامل ازاي في معبد ابو سمبل ومدى اقبال السياح على حضور هذه الظاهره. مرحب معانا على التليفون بدكتور مجدي شاكر كبير الاثريين في وزاره السياحه والاثار، مرحب بيك يا دكتور معانا. كل التحيه لحضرتك وعلى مشاهدين حضرتك يا فندم، ومبروك لمصر ان هذا اليوم يعني كان يوم رائع وكل الدنيا بتستناه طبعا، ونرجو ان هو يستمر ويروج له اكثر واكثر، وال 6000
يا رب السنة الجاية ب 16,000 ويبقى 6 مليون كمان يا رب. يا رب يا دكتور. ويعني زي ما احنا شايفين هي ظاهرة مهمة جدا، ويمكن في لقطات رصدت التجمهر او يعني الحضور الكبير جدا للسياح من مختلف دول العالم. حضرتك شفت اليوم النهاردة مش ازاي، وفكرة التنظيم كمان لدخول السياح لمعبد أبو سمبل في ظل ان كله كان عايز يحضر الظاهرة في نفس توقيت حدوثها؟ والله يا فندم، هو يعني احنا بناخد الخبر ده لان كل سنه وبيحصل مرتين، فاحنا بناخد الخبر ببساطه. انما لو تشوفي اهتمام وكالات الانباء العالميه، ولو تشوفي حضرتك الناس اللي هي موجوده هناك، لان مهما اوصف لحضرتك هذا الموضوع لن يصدق غير لما تشوفيه. لان تتخيلي حضرتك احنا عندنا واجهه المعبد 22 متر، فيها فتحه باب تبدا الشمس تدخل من اول ما بتصدر لمده 20 دقيقه، تتسلل من واجهه الباب 60 متر، تعدي صالتين، ثم تدخل لقدس الاقداس، وننزل من 22 متر الى 3 متر. قدس الاقداس 3 متر، في اربع تماثيل جالسين، منهم واحد للملك رمسيس الثاني، ومنهم لامون راع ورا حراختي وبتاح. الشمس بتيجي يا استاذه مارينا يعني بتبتدي على الملك رمسيس الثاني من رجليه، وبعدين تبدا تطلع لغايه ما توصل الى راسه، ثم تنتقل وراح حراختي ثم امون، ولا تاتي للتمثال الرابع خالص لانه هو معبود البتاح. والمعبود بتاعه ده هو كان معبود الموتى في مصر القديمه ومعبود الظلام، وبالتالي لا تاتي اليه الشمس ابدا. وبالتالي انا بقول لحضرتك عبقريه، ازاي قدروا من القرن ال 13 قبل الميلاد، احنا بنتكلم في اكثر من 3200 سنه، ان هذه الظاهره تستمر بنفس التوقيت بنفس الوقت. طبعا ده اعجاز يعني طبعا مهم جدا جدا، نتمنى يعني تحصل في حاله دراسه. ويمكن كنت انا طرحت فكره ان يبقى عندنا مهرجان اسمه مهرجان الشمس، ان مدينه ابو سمبل تتحمل ان احنا نعمل اسبوع كامل، يبقى فيه محاضرات علميه، نجيب مهندسين، نجيب علماء فلك، يبقى فيه فاشنز، يبقى فيه موسيقى، يبقى فيه احداث كمان. ان معروف ان هذه الظاهره بتعبس في مكان، تعرف حضرتك اخواننا في النوبه ملابسهم وعاداتهم وتقاليدهم واكلهم ورقصهم وموسيقاهم تسمح بكذا يوم ان احنا نعمل عليه ايفنتات، ويبقى احداث مهمه جدا جدا. وبالتالي هذا الحدث هو حدث فريدي ومهم، وهو بيحدث في وقت قليل جدا 20 دقيقه، وبالتالي ال 20 دقيقه دول يعني بيبقى في كل الناس. لذلك حضرتك بالليل ما حدش بينام، لان بالليل بتبقى في فعاليات فنيه وثقافيه، وبعدين بتفضلوا منتظرين هذا الحدث لغايه ما الشمس تشرق، وبعد كده الموضوع بينتهي. لذلك الموضوع ده احنا نتمنى يروج له اكتر، ويبقى عندنا، لان الناس ما تعرفش كتير ان احنا عندنا في اكتر من 31 معبد في مصر بتحصل هذه الظاهره في اوقات مختلفه، ليس لها علاقه بميلاد وتتويج الملك زي الناس بتقول ابدا. كل اعياد المصريين لها علاقه بالزراعه ولها علاقه بالفيضان، وبالتالي هو اللي حدث النهارده له علاقه برضه بالزراعه والفيضان. لذلك اتمنى يبقى في الاجنده الدوليه مهرجان اسمه مهرجان الشمس او مهرجان التعامد، نجيب السائح نعمل له باكج، مثلا احنا نجيبك اربع مرات في اوقات مختلفه، هتشوفه مره في ليبس، هتشوفه مره في حتشبسوت، هتشوف مره في الكرنك، لانه كل معبد بيحصل فيه تعامد في وقت مختلف، وبالتالي نروج للظاهره اكتر، ويبقى فيه زي ما بيقولوا الناس كده اسمهم زوار الشمس. وانت عارفه حضرتك في ناس بتهتم بالظاهره دي جدا من بلاد العالم، وفي ناس وده باين في حجم الاقبال يا دكتور كمان، ونتمنى الاعداد تزيد اكتر. لكن حضرتك شايف ان احنا المفروض نستغل الموضوع بشكل اكبر ونقيم زي مهرجان بالتزامن مع هذه الظاهره، ويبقى اسمه مهرجان الشمس. هل فكره حضرتك يا دكتور عرضتها على بعض الجهات علشان يعني نشوف تفعيل ليها بشكل كبير، خاصة ان احنا بدأنا نشوف يعني الهيئة العامة مثلا لقصور الثقافة بدأت تنظم زي فعاليات مهرجان أسوان بالتزامن مع عقد او يعني حدوث هذه الظاهرة، فهل في يعني آلية لتوسيع اكتر فكرة الفعاليات اللي بتحصل مع هذه الظاهرة؟ والله يا فندم احنا نتمنى، لانه هو اللي بيحصل بتيجي هيئه سوق الثقافه بتجيب بعض الفرق الفنيه من اسوان او من الشرقيه وخلافها وتعرض فنونها، ودي شيء جيد ورائع، وتعرض الفنون المصريه. لكن نتمنى مثلا بدل ما تبقى ليله واحده، نتمنى تبقى 10 ليالي، خاصه ان المنطقه حضرتك اتمنى حضرتك تروح التواريخ وتصور فيها، المكان هناك ساحل، لانه قدام حضرتك بحيره من اكبر بحيرات الدنيا. والمعبد كمان مش معبد، هو معبدين، الناس مفكره معبد ابو سمبل هو معبد له ومعبد لزوجته، طبعا الظاهره بتحدث في الكبير ولكن الصغير ما بتحصلش، لكن الظاهره المكان في حد ذاته مكان موحي. شكل مدينه ابو سمبل المدينه يعني خياليه كمان، هناك السمك هناك، الاكل هناك يعني
يعني طبيعي جدا لان احنا بنتكلم عن اكبر بحيره في الدنيا كلها. شكل كمان اخواننا في النوبه، انت عارفه حضرتك الملابس البيضاء مع البشره السمراء مع الضحكه الجميله، طبعا طبعا الاكسسوارز بتاع الستات هناك شيء نادر، فلذلك نتمنى انه يروج لهذا الحدث وتقعد الفعاليه دي بدل ما تقعد يومين ثلاثه، ممكن نقعد اسبوع ونقعد اسبوعين، وممكن نجيب فنانين عالميين، نجيب موسيقى، نجيب عروض ازياء، يبقى كل يوم حدث مهم جدا، ويبقى مهرجان الشمس، ويبقى كل ما له علاقه بالشمس. ولكن احنا عندنا حدث فريد طبعا، وكمان رمسيستان انت عارف حضرتك ملك مش محتاج دعايه، لان كل الدنيا عارفه، لان ما فيش مكان في العالم اينما راح لو هذا الرجل لما يعني عمل له حدث مهم. ويمكن احكي حضرتك تتذكري سنه 76 لما الموميا بتاعته سافرت الى باريس في فرنسا عشان العلاج، عملوا له جواز سفر، ودي كانت اول مره واخر مره تحصل ان يعملوا له جواز سفر وقابلوه واستقبلوه استقبال رسمي، وضربوا له 21 في الطلقه في المدفع. زي ما حضرتك اشرت المكان والحدث يستحق ان احنا نستغله وان يتم يعني الاستفاده منه بشكل اكبر. انا بشكرك جدا دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين في وزاره السياحه والاثار. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام فقرة الأخبار، ولكن قبل ما نخرج لفاصل خلينا ناخد بعض من تعليقات حضراتكم على سؤال الحلقة، وهل الأسعار ممكن تنخفض خلال الفترة اللي جاية ولا لأ في ظل القرارات الأخيرة اللي احنا شايفينها. حد اسمه فنان محمد سالم بيقول السعر مش هينزل بس يا رب يفضل زي ما هو. نادية معوض بتقول نتمنى أن كل أسعار السلع تنخفض مش الدواجن فقط، ربنا موجود. عادل غنيم بيقول لن تنخفض الأسعار إلا بزيادة الإنتاج، لدينا أرض وماء وأيدي عاملة، فلنزيد من الرقعة الزراعية فيزداد الإنتاج وبعد كده تنخفض الأسعار. اكتبوا لنا برضو رأيكم في الموضوع على الصورة الخاصة بالبرنامج، وبكل تأكيد بيهمنا جدا رأيكم في مختلف الموضوعات. دلوقتي هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم على مسابقة ال 30,000 معلم. أي حد عنده يعني أي استفسار أو حاجة بكل تأكيد هيلاقي كل الإجابات في هذه الفقرة، استنونا.